بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس سهل عبد الرحيم. النهاردة عايزين نشرح أو نقول برج مكون من 25 دور. تمام، اللي احنا نشرحه فيه كالآتي: احنا عايزين نقرأ المعماري كويس جدا ونفهمه ونحط أعمدة، ونشرح ازاي نجيب سنتر اوف ماس وسنتر اوف ريجيديتي من خلال برنامج الأوتوكاد، ونحط استجع سيستم للمنشأ ده. ماشي، مبدئيا كده عايزين نشرح المنشأ بتاعنا ده بيتكون من ايه بالظبط. ماشي، هنجيب الكروس سيكشن بتاعه كده. ماشي، هو مكون من بدروم، ماشي، دور بدروم وفي خزانات، يعني هو في جزء بدروم وجزء خزانات. ماشي، والارض ده والتسويه ده دور ارضي، يعتبر دور ارضي بالنسبه لنا، ودور ميزانين، بعد كده دورين مواقف فوق سطح الارض، فوق مش تحت، يعني يبقى في رامب ويبقى في، انت عايز تشوف انت الرامب بتاعك ده مشار ازاي. وبعد كده في مطعم ومصلى وخدمات. ماشي، طبعا هو مكتوب هنا دور ارضي متكرر، هو المقصود بيه مش دور ارضي ولا حاجه، هو دور متكرر عادي، يعني البدايه بتاعت الدور بتاعت المتكرر بتاعنا. ماشي، بعد كده معنا تقريبا حوالي 13 دور متكرر. ماشي، وبعد كده في دور مرتد هتد من الناحيه دي. ماشي، والسطح، وفي بقى اللي هو ايه، سطح بيت الدرج واللي اتحط عليه المكان بتاعت المصعد والحاجات دي. ماشي، ادي الدور بتاع البدروم، افتح ده كده، ادي الدور بتاع البدروم اهو، اللي هينزل كده من الاسانسير. ماشي، خش كده، هو ده البدروم، والناحية دي خزانات كلها، كل ده خزانات، خزان دفاع مدني، خزان ارضي. دور التسوية بتاعنا بالشكل ده، في هنا مواقف عربيات بره، في هنا غرفة كهرباء، في غرفة كهرباء. ماشي، المدخل بتاعنا من هنا زي السهم ما بيقول كده، في استقبال وبتاع وصالون هنا. ماشي، دي دورة مياه حريم ورجال الناحية دي. ماشي، نيجي للدور الميزانين. الميزانين بتاعنا طبعا مش هياخد طبعا المساحة كلها بتاعت الدور الأرضي، هياخد جزء منها بالشكل ده. هنا في فراغات، ماشي، في صالون وأسانسير يطلع كده، وفي خدمات. ماشي، وهنا في موظفين، الأوضة بتاعت الموظفين. احنا دلوقتي بنشرح المعماري شكله عامل ازاي عشان بس نبقى فاهمين كويس جدا احنا بنعمل ايه. هنا في دور، الدور الاولاني بتاع المواقف، انت وانت بتفرغ اللوحه بتاعتك وهي كتيره كده، تكتب جنبها هو ايه ده عشان تعرف توصل لها بسهوله. تمام، اهو نكمل ده كده. المواقف بتاعتنا هيبقى جاي من تحت طبعا، من الدور الارضي جاي لنا كده. طبعا الأعمدة دي احنا هنفهم هي جت ازاي وهنعرف نحطها ازاي. احنا هنفهم ان الرامب بتاعنا ده ما ينفعش احط فيه اي أعمدة خالص. هنبتدي طبعا نحط الأعمدة بتاعتنا من المتكرر وننزلها تحت، ومفيش أعمدة خالص تخش هنا خالص في الرامب. وبقدر الامكان طبعا نحاول ان احنا ما نخسرش اي عربيات، يعني مفيش مثلا عمود يجري فوق عربية ونخسرها، يعني كأنك مش حاطط عربية زي هنا بالظبط. هنا يعني يعتبر عربيتين أصلا مينفعش يخشوا لازقين كده، في عربية واحدة بس اللي هتخش، يعني مينفعش مثلا عمود يجي زي ده من فوق يجي زي كده ويخسر من العربية. جميل جدا، نطلع فوق برضه، ده طبعا زي اللي تحت الموقف التاني زيه بالظبط، وهي تخش كده تركن هنا وهنا وهنا، في هنا برضه ركنة اهي. ده المطعم، المطعم اهو. ماشي، الأعمدة بتاعتك اهي مظبوطة، داخل انت كده من هنا، درج حريم رجالة اهو. طبعا الفندق ده موجود في مكة في السعودية، عشان كده في نظام حريم ورجالة وحاجات زي كده. ده الدور اللي هو المصلى، ماشي، مسجد كده معمول اهو، مفيهوش أي مشاكل. ماشي، دورات اهي حريم والجاري زي الفل. ده دور خدمات، ماشي، بتاعت المبنى كله اهو. ماشي، ده بقى المعماري بتاع المتكرر، وده اهم حاجه، وده اللي هنبتدي بيه. تحط العمدة بتاعتك، تعمل كوبي على كل اللوح، ده اهم حاجه. تحط العمدة زي ما انت عايز، وغلط زي ما انت عايز هنا، وهتعمل كوبي على بيت اللوح وتشوف ايه اللي حصل في بيت اللوح ده. طبعا دور السطح اللي هو الدور المرتد، بص البوليجون بتاعك اهو. ماشي، ده السطح اللي تحتيه اللي هو ده كروس سيكشن اهو، ده يعتبر سطح برضو معانا. ماشي، وهو ارتد اهو من هنا. ماشي،
ده كده السقفية بتاعت المرتد اهو، ده كده ايه بتتدرج مرتد من الناحية دي. تيجي برضو تشوف يعني تشوف البولدان بتاعك اهو والعمود بتاعتك اللي طالع من تحت باللون الابيض، تشوف انت هتشيله ازاي، تزرع عمودين على البلاطة، تحط كاميرا، تشوف انت هتشيله ازاي. انا عن نفسي طلعت العمودة دي من تحت هنا كده، طبعا هنشرح الكلام ده في الديستاتيك سيستم لما نيجي نشتغل. طلعت العمودة دي كده ماشي بكامر، واستغليت العمود اللي بره ده، وادي البوري لاين بتاع ايه بتاع الدور بتاعنا ده. طبعا الموقع العام بيقول لك ايه الحدود يعني بتاعت ايه الأدوار بتاعتنا، ملناش علاقة بيه دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين نشرح ازاي نجيب السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي من خلال برنامج الاوتوكاد ماشي. كاننا دلوقتي حطينا الاعمده وهنفهم ازاي حطيناها بعد كده. انت دلوقتي كانك حطيت الاعمده وعايز تشوف انت كده مسايف نفسك في السنتر اوف ماس سنتر اوف ريجيديتي ولا لا. عملت اهو كوبي للاعمده اهي بتاعت المتكرر ماشي، دي اللي هتطلع معاك بص 13 دور متكرر ماشي. فهي دي ايه اللي بتشكل اصلا حوالي 80% من المبنى على المتكرر دهوت. انت هتجيبها عندك كده، في اعمده طبعا واقفه، في اعمده مزروعه، في اعمده الكلام دهوت، دي اهم بتمثل 90% من المبنى ماشي. فانت لو عايز تزود حاجه عشان لما تيجي تخش الكتاب يبقى انت كده ايه مسيف نفسك. نكمل اكسبلود، جبت العمده خلاص، ريزوليت، طير الهاتش ده مش معانا الأعمدة اهي كلها بولي لاين تمام. الأعمدة بتاعتنا اهي بولي لاين جميل. هنختار أي لير تانية مثلا الليار دي، وهنعمل ايه بقى، هنعمل أمر اسمه ريجون اختصاره ار اي جي ماشي. دلوقتي اللون بتاعها اتغير، اللون بتاع الكلام بتاع الأعمدة كله اتغير ماشي، معناها ان كل ده اتعمل له ريجن ماشي. هقول لك على حاجة جميلة، كنترول زد، انت هتختار ده ماشي وتدوس على كويك بروبرتيز اهو، كويك بروبرتيز ماشي، هيقول لك انت اخترت كام حاجة، 43 حاجة. عشان انا بقول لك ليه الكلام ده يا سيدي، دي هقول لك دلوقتي عشان لما نيجي نعمل ريجون وفي حاجات ما اتعملتش او في حاجات ما اتغيرش لونها اهو، ده كده ما اتعملش معانا. بص 32 ريجون سيلكتد، هنا احنا كنا قايلين ايه 33، كنترول زد اهو 34، يعني في حاجات طارت. عشان كده قلت لك غير اللون عشان تعرف ايه الحاجات اللي مش موجوده. فاحنا ده هنعمل له كده اكس، وبعد كده نعمل له جوين تاني. الجيل الجديد طبعا بيعمل جوين اهو، ده بقى حته واحده، نعمل ريجون تاني اهو، كلهم بقى لون واحد، وكتب لك ايه 33. طيب كل كده كل الحاجات اتغير اللون بتاعها، عملنا كده كده 34. طيب كنترول زد، ده كده 34 واحد لاين واحد. هم اهم حاجه ال 33 دول، 33 دول عندنا هم البول لاين بتوعنا ماشي. ممكن يكون في مثلا لاين كده ولا حاجه هو مختاره تحت اي بتاع، اهم حاجه عندنا ال 33 ماشي. ار اي جي اهو كله متغير لونه، جميل جميل جدا. دلوقتي احنا هنرسم نقطه ونقول لها يعني دلوقتي احنا عملنا كل ده كده اللي بيقاوم معانا في ده كده اللي بيقاوم في الزلزال في الاتجاه ده، والشير وول والعمدة اللي بيقاوم الزلزال في الاتجاه ده ماشي. اهو دول دول كده اللي هيقاوموا الزلزال في الاتجاه ده، ودول اللي هيقاوموا الزلزال في الاتجاه ده الرأسي ماشي. احنا عايزين نعرف دلوقتي السنتر اوف ريجيديتي بتاعت المبنى ده فين. فاحنا هنعمل ايه بقى، تولز تولز انكويري ريجون ماس بروبرتيز ماشي. وهتعمل كده هنجيب السنتر اهو عندنا السنترويد بتاع السنتر اوف ريجيديتي، كنترول سي، نطلع بره في اي مكان، كنترول اي كنترول في، هو ما دول تمام، كنترول اس خليها معانا. طيب عايزين نعمل بوينت، بوينت عشان هي دي اللي هتحدد اهو، رسمتها وهتعمل تولز فورمات بوينت ستايل، وتخلي دي ماشي، تختار دي، نعمل الامر تاني
نكمل تولز. بسم الله الرحمن الرحيم. فورمات بوينت ستايل اهو ابسوليوت ماشي، وتختار دي و0.25. اوكي ماشي. دلوقتي بقى عايزين نحط النقطة بتاعتنا في الايه، في السنتر اوف الجيليتي بتاعنا ماشي. هي ام او انتر او كنترول واحد، تجيب بقى اللي انت عملته ده، كنترول سي كنترول في اهو، تجيب دي كنترول سي واي كنترول في، تتأكد 100% اهو ماشي زي الفل. اقفل. انت كده جبت النقطة بتاع السنتر اوف الجيزي ماشي. عايز بقى تجيب السنتر اوف ماس اهو، البول لاين اهو بتاع، بص اهو كوبي من العمود ده تودي هنا. جميل جدا. هتعمل ريجون نفس الكلام، ريجون اهو هنا زيرو ريجون كريتد، يعني في ايه عندنا مشكلة، فاحنا هنطلع دي بره كده، نعمل باوندري احسن حاجة. ماشي تمام. نعمل موف نمسح القديم ده، نخلي ده بلير تاني عشان نبقى عارفين، مش لما يتعمل الريجون بتاعنا ادي ار اي جي اهو، نغير لونه تمام. تولز انكويري ريجون ناس بروبيتس، تختار هيطلع لك ايه السنترويد اهو، كنترول سي ده كده، تكتب عليه سنتر اوف ماس، كنترول في ماشي، كنترول اس تخليها جنبك، تعمل بوينت اهي، نمو انتر كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في. جميل جدا اهو ماشي. شوف النقطتين قريبين من بعض جدا. انت المفروض لما تيجي تحط العمودة تحطها ايه بالتماثل، تكون مظبط نفسك اهو تقريبا نص متر مش المفروض تبقى المسافة مثلا اكس، تبقى اوين 15 من المسافة دي، والمسافة دي ما تزيدش، يعني ده الالوم بتاعك، والمسافة دي هيت ما تزيدش عن اوين 15 من عرض المبنى. يعني انت المفروض تشوف عرض المبنى كده كام ماشي، وده ما يزيدش عن اوبن 15 مني. جميل. تحسبها وتشوف الالور بتاعك ده مظبوط ولا لا. ده طبعا حاجة صغيرة جدا وقريبة من بعض تمام. يعني اهو ماشي، هنا مثلا ناخد اللي هو الاكبر ده اللي هو 31 مثلا، مثلا يعني اهو 31 في 0.15 ماشي، مديك ايه 4 متر 65 سماحية. انت اصلا مطلعهم ايه نص متر، فزي الفل. احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف ازاي اصلا احنا حاطين الاعمدة دي، وايه المشاكل اللي واجهتنا واحنا بنحط الاعمدة دي تمام. احنا قلنا اول حاجة تعملها ان انت هتحط الاعمدة كلها بتاعتك بلوك على كل اللوح تمام. هنفتح المعماري بس القديم ونرجع تاني. ادي المعماري القديم بتاعنا تمام، والمفروض اصلا المعماري بيكون عامل لك اقتراح للاعمدة المفروض يعني، بس طبعا برج 25 دور مش الاعمدة بتاعته مش هتبقى بالشكل ده، اعمدة صغيرة كده. انت لازم اهم يعني انت بالخبرة هتعرف ازاي تطلع الاعمدة بيبقى اقتراحها عامل هيطلع عامل ازاي تقريبا تقريبا ماشي. فالعرض اولا مش هيقل عن 40 سنتي ماشي، ده برج 25 دور مش مبنى دور ولا دورين، ممكن كمان يبقى 45 ممكن يوصل ل 50 ماشي. فانت اقل عمود هتعمله هيبقى قطعه 40 في متر ونص مثلا
تمام. هنجيب مثلا كده كنترول سي كنترول في، ده كده متكرر، خلي بالك. ماشي، نعمل ايه؟ اكسبلود، ناخد عمود اهو متونس. جميل اهو، كوبي اف 8. ماشي، نبتدي بقى نحط الأعمدة بتاعتنا ونشوف. هنعمل بلوك، ماشي، كولومز كولومز، ماشي، بلوك كونفرت بلوك، ماشي، تعمل ايديت بلوك بليس. جميل، تبتدي بقى تحط الأعمدة بتاعتك في المتكرر، وبعد ما تخلص المتكرر تحطها على بيت اللوحة. ماشي، هات طبعا انت عمود في الكورنر، فهيطلع ايه في الحدود اللي احنا قلنا عليه ده، 40 في ايه، في متر ونص. اعمدة على الواجهة، اي اعمدة على الواجهة هتطلع كبيرة عشان هي تبقى شايلة قوابين. جميل، فاحنا هنعمل كده مثلا، نعمل ده 2 متر، يعني خليه 2 متر ونص كمان. ماشي، جميل جدا. هبتدي تحط الأعمدة بتاعتك، وأنا أقصد إن أنا هحطها على كل الجدران عشان نشوف دلوقتي إيه اللي هيحصل. خلي بالك تحت، احنا قلنا هنا في غرفة كهرباء، ماشي، نحط العمود ده، يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى قفل لك غرفة الكهرباء تحت، ده طبعا غير مسموح. ماشي، هنحط على كل الحوائط اهيت، المفروض في رينج من 3 ل 6 زي ما احنا كنا قلنا قبل كده. جميل جدا اهو، ده كده تمام اول حاجة. ماشي اهو، قفلت البلوك. ايه ده، بلوك ان بليس، ده امر مهم جدا 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 وغاية الأهمية. ماشي، هنعمل كوبي من نقطة ثابتة، ماشي، مثلا ولتكن دي على كل اللوح. ماشي، نفوت ده هنا، ماشي، هنا طبعا ايه كروس سيكشن. ماشي، كوبي هتعمل كوبي على كل اللوح. ماشي، جميل جدا. هنجيب ده الدور اللي هو الأرضي، تمام. شفت العمدة بتاعتك بقى، ايه اللي حصل؟ أولا ده كده قفل لك الرامب بتاعك، ماشي، ده كده البوابة، ماشي، ده أنت ممكن هتعرف تتحرك فيه لأن هو جنب الحيطة، تمام. هو ممكن يحرك الحيطة بتاعته وتنزل لحد هنا، ماشي، ده مفهومش مشاكل الاتنين دول. هنا برضو قفل الكهرباء، واخد بالك؟ ده كده أول حاجة. تاني حاجة إن هو أنت كده أصلا طلعت بره المبنى أصلا، ماشي، فأنت هتعمل إيه بقى؟ هتدخلها هنا جوه المبنى، الأعمدة بتاعتك دي كلها هتدخلها جوه المبنى. لازم يبقى معاك حدود الدور الأرضي، وأنت بتحط متكرر حط معاك حدود الدور الأرضي. قلنا ده مش هينفع يتحط، نشيله طبعا، كده هيتعدي لفوق أوتوماتيك. جميل جدا، وده كمان لازم يتشال. ماشي اهو، ده هنا طبعا فيه هنا عمود، مش هو ده اللي هيتشال، فيه هنا عمود انت اهو، تعمل كده موف، مش نطلع فوق نشوف ايه اللي هيحصل. ده هنا زي الفل، مفيش اي مشاكل، زي الفل زي الفل زي الفل. هنا ده هيطلع كده، خلي بالك، هيطلع هنا في الحيطة دي ويتزرع فوق، يطلع فوق في الحيطة بتاعت المتكرر، نطلع نشوفها أهو، المتكرر أهو، شايف ده بقى فين تحت؟ فده هيتزرع مكانه هنا، تقوم داخل جوه البلوك أهو، كوبي، تبقى عارف إن ده هيتزرع، تعمل إكس كده، تعمل كاميرا كده حلوة تحتي، كده لاين مثلا كده اهو،
ويتزرع تحت، ويتزرع فوق من اول اللي هو سقف الخدمات ده دور الخدمات، يتزرع في السقف بتاع ده عشان يطلع في المتكرر. جميل جدا، دي اول فكره معانا. تاني حاجه احنا عايزين نحط اعمده بحيث ما تنزلناش في البدروم، ما تنزلناش في البدروم. فانت حط الاعمده بتاعتك زي ما انت عايز في الرمب، اهم حاجه ما تنزلناش في الرمب اهو. حط العمودة بتاعتك زي ما انت عايز بحيث ما تنزلكش على الرمب. اهم حاجه المسافه دي تبقى 5 متر ونص عشان العربيات اللي رايحه واللي جايه. ده رمب، ده رمب رايح ورمب جاي، مش رمب مثلا نازل ورمب طالع من الناحيه التانيه، لا ده رمب طالع جاي رايح جاي، يبقى ايه 5 متر ونص كبير. ما تحطليش اي عمود جوه خالص، فوق في المتكرر هيبقى فيه كسره كده، ما تحط، هيبقى فيه عمدان هنا وعمدان هنا. نشوف الكلام ده اهو اهو، لو انت حطيت عمودة هنا فتنزلك في البدروم. فانت ممكن تعمل حاجه في الرم، فانت ممكن تعمل حاجه ظريفه، البلوكين بليس، تقوم مدخل معاك حدود دي جوه البلوك، حدود الرم دي جوه البلوك هتطلع لك فوق. يبقى انت ايه تعرف تحط زي ما انت عايز اهو، دخلت جوه البلوك تعرف تحط زي ما انت عايز على الحدود دي. ماشي اهو، برضو زيادة مهم جدا هندخله معانا اهو. سيف اهو، تطلع فوق في المتكرر، ايه ده بروكن بيس اهو. يا عم حاج عايز بقى اعمل صغيرة زي ده في الكورنر، ماشي اهو، هنحط بحيث ما يكش في الرامب بتاعنا حاجة. ماشي اهو، بعيد عن الرامب خالص. ماشي، ومعماري برضو العماد اللي هو حاططها لك بتساعدك شوية شوية. انت برضو كإنشائي لازم يكون عندك فكر. ماشي اهو، شايف الرامب اهو زي الفل. هنا في عمود تاني صغير اهو، جميل جميل جدا. هنا هنا ممكن تحط، هنا ممكن تحط، هنا وهنا. ماشي طيب، دلوقتي احنا عايزين نحط حاجة متماثلة. وانت شغال حاول تحط حاجات متماثلة بحيث المبنى بتاعك يكون متماثل. ماشي، انت دلوقتي عايز، انت بتحاول تقوم في الاتجاه ده، لازم برضه تحط حاجات تقوم في الاتجاه الكبير ده، خد بالك معايا. ماشي اهو، روتيت خلي هنا برضو في شباك. ماشي، ممكن احنا قوسين. جميل جدا، كل ده احنا فوق في المتكرر. جميل، هننزل تحت نشوف ايه اللي حصل. ماشي، ممكن نحط هنا واحد كمان. خلي بالك برضه انت لازم تبقى عارف انت هتشيل الرمب بتاعك ده ازاي، عشان الرمب ده يعتبر بلاطة من تحت، واخد بالك. ماشي طيب، هنا هنا في عمودين اهم بس دول كبار، ان هما طبعا على كابولي. خلي بالك انت لما تيجي تحط الاعمدة دي لازم تحاول تدخلها لجوه شوية عشان تقلل البحور. يعني احنا دلوقتي هنحط اعمدة اهي، لو انت عملت كابولي يبقى فيه كابولي زي الفل، ما تعملش بلاطه سمبي. هتقلل لك البحور اولا، هتقلل المومنت. ماشي، يعني هتقلل لك الديفليكشن وهتقلل لك المومنت كمان اهو. خلي بالك لو انا حطيت عمود هنا ايه اللي هيحصل، تعال نشوف، تعال نشوف يا باشا. هنزل لك تحت في الجراج، احنا قلنا مش عايزين نخسر اي عربيه. تعالى اهو، لا مش هنا، ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هو ده العمود اللي فوق، خسرني عربية. ماشي، واحنا الرينج بتاعنا في البراك ده هي بيبقى 7 متر ونص. ماشي اهو، انت ممكن تدخل العمود ده شوية وتقلل البحر، تدخل العمود ده الناحية يعني شوية، هنطلع فوق ثانية واحدة ونشوف الكلام ده يعني ايه نقلل البحر.
ماشي، يعني هنعمل كده، نعمل ضرب الناحية التانية. بحيث البحر بتاعك يبقى أقل، شيل ده، ماشي. طبعا هتعمل هنا كوف، ماشي. الكور ده هنجيبه من تحت على طول عشان ما نضيعش وقت، وتعمل عرضه 30 مثلا اهو. طبعا الكور بتاعنا هيبقى شكله كده، هو هنا يفتح ابواب الاسانسيرات، بس الكور بتاعنا شغال من تحت لفوق كتلة واحدة، ويفتح الابواب بتاعته في الايه، في الكور عادي جدا. ماشي اهو زي الفل. ماشي، هنا نحط برضو شير وول عند السلالم. اماكن وضع الشير وول تحط عند السلالم مهم جدا. خلي بالك انا ما ينفعش احط هنا عشان هيقفل المنور اللي هو بيهول السلم، ماشي. فانا ممكن احط شير وول طويله كده في الاتجاه ده، تقوم معايا في الاتجاه ده، تمام، يمين وشمال. هنجيبها برضو من تحت اهو زي الفل. حاولنا نطلع الجزء بتاعها لبره عشان ما يقلليش من السلم، نحاول قدر الامكان ما تاكلش من السلم. يعني برضو دي انا كنت عاملها 30 سم، والمعمار اعترض عليها اصلا، قال لي خلي دي الحته دي الحته دي كده 20 سم عشان ما تقللش من السلم. جميل. هنا هنا ماشي، ننزل كده ايه، البدروم دي للرم اهو. خلي بالك انت عايز تشيل الرم ده ازاي، ماشي. ماشي، احنا لسه محطناش، مدخلناش جوه البلوك. نير ايزونيت دخل جوه البلوك، ماشي. لي اون ايزونيت دخل جوه البلوك، كنترول اس. جميل جدا، هنكمل كده. احنا تقريبا معانا حاجات كده في الاتجاه الافقي، تمام. عايزين بقى نحط حاجات في الاتجاه الرأسي، شير وول، أعمدة، بحيث تتكون معانا في الاتجاه الرأسي. جرب، حط هنا حط هنا حط هنا ونشوف اللي هيحصل تحت. جميل. وبعد ما تخلص تحط الأعمدة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، تشيك على سنتر اوف ماس، سنتر اوف ريجيتي، قبل ما تخش بالإي تاب. عايز تزود حاجة، عايز تحط حاجة، بالظبط كده اهو. ممكن نحط مثلا هنا، شفت بقى، شفت افادة ان احنا حطينا رامب هنا دي كده، قفلنا الرامب تحت. يعني شايف ان تهديد الرامب عبين اللي جاية من هنا كده اتقفلت خالص تماما، ماشي. نكمل برضو ونجرب ونشوف، ننزل تحت نحط برضو هنا. خلي بالك احنا عايزين نقول نقطة مهمة جدا، ان انت ممكن تحط عمود دائري ويطلع فوق مستطيل، ممكن تحط عمود مربع ويطلع فوق مستطيل، ماشي. يعني نجيب الرسمة بتاعتنا كده، شايف الرمب ليه النقف اهو، ادي عمود دائري شال معانا في الرمب اهو. نجيب الانشائي، بلاطة اهي وكاميرات. طبعا الكاميرا ده مش متصمم، انا كاتب عليه كف واحد بس كده لان انا لسه هصممه اهو. دي بلاطة وان واي في الاتجاه ده، وكاميرا، وهنا الرمب متشال على بلاطة. انت ممكن تحط كاميرا هنا ولا حاجة، هي دي جوه بلاطة، جوه البلاطة الفلات سلاب عادي، وبشرحها بعدين، بشرح فوائدها ايه. تشتغل زي ال الإضافي السفلي بتاع البلاطة في نفس الليل. يعني هنا في السعودية بيحطوا كاميرات هيدن، تمام. هنشرحها بعدين، خلينا بس في موضوعنا. هنا في كاميرا أهو، أدي عمود الدائري هيطلع فوق مستطيل، ماشي أهو. عمود دائري تحت في الرام، ماشي. طلعنا هنا فوق مستطيل عادي جدا وزي الفل. أدي عمودين أهو كنا حاطينهم، جميل جدا. يبقى تحت مربع او مستطيل او دائري،
عادي جدا اهو ينزل في النواقف اهو. خلي بالك انا فصلت الاعمده، لان انا هعمل لكل سقف محور اعمده لوحده. تعمل لكل سقف بعد ما تخلص الاعمده بتاعتك تفصل، وتعمل لكل سقف محور اعمده، محور اعمده الدور الاول، محور اعمده لسقف الميزانين، محور اعمده لسقف الخدمات، وهكذا، عشان تبين ايه اللي هيقف وايه اللي هيكمل وايه اللي مزروع والكلام ده كله. اهو عمودين مربعين اهو، جميل جدا، يطلعوا فوق بالشكل ده، وبكده انت حاطط اهو في الاتجاه الرأسي ده اللي احنا كنا بنقول عليه. هنا بقى كنا حاطين احنا واحد هنا، جميل، ننزل تحت نشوف ايه اللي هيحصل في المواقف. اهو كنا حاطين واحد هنا احنا، جميل، كان لنا عربيتين، جميل جدا، ماشي، حطيت انا ده هنا، وفوق مش هيكمل. خلي بالك انا حطيته هنا ليه؟ حطيته هنا عشان يطلع يشيل معايا في الرمب، ماشي، ادي الكاميرا اهو، ادي العمود اهو، يطلع يشيل معايا في الرمب، كاميرا اهو، كاميرا دائري وزي الفل. خلي بالك في الرمب بالذات حاول تخلي رينج العمودة 3 متر عشان ما يطلعش موم الدعايه، بقدر الامكان بقدر الامكان خلي رينج العمودة 3 متر اهو. ادي عمودة تانية هتطلع معايا في الرمب وهتقف، عشان كده قطعها صغير، جميل جدا، اهو اهو دي، ده برضو مش هيكمل معايا فوق، قطاعه صغير اهو، يطلع من البدروم لحد الرمب بس، جميل جدا. عايزين برضو نقول ازاي الأعمدة الدائرية تتحول لمستطيل، أو المربع ده تتحول لمستطيل، ماشي، نرسم كده قطاع كروس سيكشن اهو، ده كده ده كده دائري هيبقى فوق مستطيل. نتخيل كده ان اهو اهو ده المستطيل وده الدائري، ماشي، بيجوا يعملوا بقى حاجة كده اهو زي تاج في الفلات سلاب اللي احنا كنا بندرسها، ميرور بتوين تو بوينتس اهو، فيلت اهو، ماشي، تاني اهو، ويكثف حديد ويظبط ويعمل مقص هنا وبتاع اهو، مقصات وزي الفل، واللون اللي فوق ده يترمي على العمود من تحت سواء ده مربع او مستطيل. بس كده احنا فهمنا لما ده يتزرع على عمود مستطيل، بس احنا نقلل مساحته هنا وما يضربناش في حاجه، ماشي، فهمنا احنا الفكره دي كويس جدا، جميل جدا. طيب احنا عايزين نقول ايه تاني؟ الافكار كلها، بس عشان نعرف نلم الافكار كلها. عندنا مثلا هنا كابوري في سقف المواقف، ماشي، نتفرج هنا على الكروس سكشن، شايف كده الكروس سكشن ده بتاع المبنى كله اهو، العمودة بتاعتنا احنا قلنا على حدود الارض، يعني احنا لو عملنا اكس ال انتر اهو يا باشا، ده كده الحدود بتاعت الارض، جميل اهو، ده كده كابولي في المتكرر اهو، كل ده الحدود بتاعته واحده، جميل، يعني في المتكرر بتاعنا اهو الحدود اهي، يعني لو رسمنا كده لاين هيبقى ده كابولي، صح ولا غلط؟ ميرور ده كده كابولي من الأعمدة بتاعتنا طالعة كده، ده كابولي هيبقى طوله 2 متر في المتكرر، جميل. في سقف المواقف بقى يا باشا تنزل كده، ده هيبقى حوالي 3 متر، طبعا كابولي كبير، فانت هتعمل ايه؟ خلي بالك شايف عمود اهو هنا، شايف ده كده بره في دورين المواقف، ماشي، نيجي لدورين المواقف اهو، ماشي، عملت برضو نفس فكرة الهونش دي، وزرعت زرعت أعمدة بره على الداير، ماشي، بحيث الأعمدة ده هي تشيل السقف اهي، هونش برضو اهو، نرسمها كده اهو، كوبي، ادي العمود اللي طالع من تحت وطالع بهونش كده، كده فوق شوية لاين اهو، كوبي يا باشا، وادي البلاطة بتاعتنا، ماشي، ترمي انتر عمود مزروع على الهونش، الهونش ده هو اللي شايل العمود، واخد بالك، وكده كده بيرمي الحمل بتاعه العمود، بس ممكن نشيل دي كمان يعني عشان تبقى واضحة أكتر أهو، ماشي، وادي العمود اللي شايل الإيه، يعني ده كده من الارضي من تحت، اللي يجي يقف عند الارضي من تحت من هنا يلاقي عادي جدا اهو، اللي بالدور الارضي اللي هو التسويه اهو، العمدة بتاعتك اهي اللي جوه، ما دخلش في غرف كهرباء،
فوق بقى هتلاقي حدود البلاطة، حدود البلاطة على خط الخط بتاع السهم ده هنا كده اكسل. لو انت نزلت اي عمود هنا هيكون لك العربيات دي. فانت تعمل ايه؟ المنشات اللي احنا قلنا عليها ماشي اهو، دي حدود البدروم اهو، في سقف الارضي، سقف الارض اهو الهونش طالع ومزروع عليه عمود البوست اللي هيطلع يشيل اهو، دي حدود كده البلاطه بتاعت المواقف اهي ماشي اهي اهي، شايف كده حدود بلاطه المواقف ادي العمود شايلها زي الفل، لان المسافه دي كبيره مينفعش تبقى كابول، حوالي 3 متر. جميل جدا، ليه ينفع تبقى كابول وهتقل البلاطه وبتاع، ادي ده حل زي الفل. جميل جدا، عايزين نقول فكرة عمود الدائرية مستطيل والمربع مستطيل ماشي زي الفل. وقلنا إن الأعمدة ما تقفلش الرامبات بتاعتنا ماشي، ما فيش أي عمود ينزل لك في الرامب، ده كده دائري هنا عشان يشيل لك الرامب ده هوت، وطلع فوق بقى مستطيل في الحيطة. خلاص قلنا الكلام ده. هنا بقى نبتدي برضو، يعني ده برضو عمود دائري ماشي ومش هيكمل فوق، لما طلعت فوق هنا في المتكرر مش هتلاقي العمود الدائري اللي هنا ده، انا كنت حاطه هنا عشان الرام بيتشال عليه، نبتدي نحط كمر. جميل اهو طالع في المواقف، وخلي بالك العمود دايما معاك في الارضي عشان ما تبقاش عامله بشكل مستطيل شكل وحش، فانت اهو في الدور الارضي الناس داخله كده، تقعد في الصالون وبتاع، عايز تخش الحمام تخش من هنا، المسافه برضو عاديه هتلاقيها مسافه كويسه 1.30 متر ماشي اهو، تخش الحمامات زي الفل، عملية دائرية اهي شكلها حلو في الواجهة، تخش كده اهو زي الفل، طالع معاك في الميزانين برضو العمود ده، يطلع فوق يشيل الايه الرامب بتاعك بالقمر وزي الفل اهو. جميل جدا، دي برضو كانت فكرة ان العمود ده واقف، في عمودة ممكن تقف وعمودة تكمل عادي جدا ماشي. عايزين نقول برضو فكرة الميزانية الشبكية بتاعة المبنى، هنا دي الميزانية الشبكية بتاعة المبنى اهو، ده الحتة دي عالية، الحتة دي عالية والحتة دي منخفضة، خلي بالك ده جبل ماشي، فده ده هيفيدنا في ايه؟ ده هيفيدنا يا سيدي ان انت في اللبشة ممكن تبقى على منسوبين، يعني خلي بالك هنا معانا في البدروم اهو، يعني اللبشة بتاعت الأعمدة دي كلها كده ممكن أخدها على منسوب عشان ما يقعدش يكسر في الجبل، وبعد كده الحاجات دي كلها بتاعت البدروم دي على منسوب تحت، وفوق خلي الأعمدة دي، دي تبقى فاهمة عشان التنفيذ، عشان أصلا أنت لما تيجي تعمل اللبشة تعمل هنا كروس سيكشن كده وتقول له إن الأعمدة دي فوق مثلا، تقوم عامل له كده، وبعد كده هنا في حيطة وفي هنا تحت إيه أوفست، وأنت مثلا لبشة مثلا 1.60 متر ماشي واخد بالك، ودي حيطة مثلا اوفست اوفست وبين تلاتة كده مثلا، وهنا اللبشة بتاعتك موجودة وهنا اللبشة بتاعتك موجودة وزي الفل، هنا الأعمدة طالعة منها مثلا، وتحت الأعمدة طالعة من ايه منسوب البدور، بس دي كده عشان تبقى انت فاهمها لما تيجي تصمم اللبشة. سلم مزروع البلاطة عندنا هنا، عندنا هنا ماشي سلم مش نازل البدروم اهو السلم ده، وهنا برضو هنا في سلم مش واخد بالك، نزل كده البدروم اهو، دور البدروم هنا السلم ده نازل ماشي، السلم ده مش نازل لان يعني في بلاطه هنا، هنا موجود بلاطه عاديه جدا ماشي، خلي بالك تعالى كده اهو، السلم اللي فوق ده ده وده ده السلمين دول اهو، فوق هنا وهنا، هنا في خزان وهنا هنا مفيش، يعني انت المفروض تيجي تعمل ايه بقى؟ تيجي تعمل هنا في سقف البدروم اهو، هنا العمود ده بلوك عشان هو المفروض السلم ده في كل اللوح، اي حاجه هتتكرر معاك في كل اللوح اعملها بلوك عشان لما تيجي تعدلها تعمل ايه بلوك بليس. فانا دلوقتي هفضي ده ريزوليت جميل اهو، فضيته ماشي، اجي على المعماري اشوف السلم ده طالع منين اللي فين، طالع من هنا ماشي، المفروض يبقى عكس عقارب الساعة، بس طبعا ده أقرب له فهو المفروض هيعملوها في الايه
في الطبيعة كده. فأنا هاجي أعمل خد ده كوبي من هنا كده يا باشا، وأديني إنشائي بتاعي أهو ماشي، وأجيب أي تكست ماشي، روتيت نعملها كده نكتب عليها ماتش اكس جميل جدا ماشي تكتب بقى ايه عشان بين السجن مثلا دي فوقي. شوف أشارة السلم هنا، السلم ده هنا اللي هو ماشي كده ماشي، التسليح بتاعه يبقى زي اللي جنبي ده 8 × 16 اهو، تاخد كده كله كنترول سي كنترول في. هات يا باشا السلم التاني ده طبعا على كاميرا، دي كاميرا ماشي، خلي بالك دي كده كاميرا كنترول اس، تحط زيها بدل السلم اللي فوق ماشي. دي كده كمرة مثلا هنسميها كف واحد، نبقى نصممها بعدين. طبعا بحرارة قليلة هتاخد ايه أقل تسليح المفروض يعني ماشي. برضو هنا ده كده استقبال ماشي، اللي هيطلع يجي من هنا كده لازم تعمل أشيربات السيبلي، نفس الكلام في 3 أهو ماشي. هنا في ريتيننج وول برضه لازم يتعمل عشان يبقى السيبلينج كاميرا ماشي، جميل جدا. فين دي ماشي زي كده 20 سنتي الكاميرا زي الفل. تقوم واخد دول اهو كوبي ماشي، ترانزيت كومي بريفنس ماشي اهو، ممكن نعمل دي كده في 3 مثلا يعني تمام. عايزين بقى نقول قلنا كده السلم المزروع على شبكة السلم خلاص ماشي. قلنا حتة في المتكرر ان احنا نعمل كوابيل عشان نقلل البحور جميل. قلنا حتة ان العملية تنزل في غرف الكهرباء، قلنا ان اللمبة خلاص 5 متر ونص كلير هايت، كلير سبان قصدي ماشي. وفي أعمدة ما أصلا ممكن ما تطلعش معاك لفوق زي الأعمدة بتاعة الرم الصغيرة اللي احنا قلنا عليها ماشي. في عمود هيتزرع معايا اهو، خلي بالك العمود ده هيطلع هنا في المتكرر اهو ماشي. خلي بالك الرم معايا حدودها فين، الرم معايا حدودها فين، نخش نعمل كده. طبعا انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه البوتن بليس ان انا فصلت ايه البلوكات جميل. شفت بقى هنا، هنا الرامب فين؟ العمود بتاعنا هنا في الحته دي فوق في المتكرر، فانا ما ينفعش انزل بيه من اول تحت لفوق تمام. ده كده على الحدود الخارجيه، العمليه دي بره على الحدود الخارجيه. العمود ده لو طلعت فوق هتلاقيه طالع في الهواء، تعالى كده اهو في المتكرر اهو طالع في الهواء تمام. فانا سقف الخدمات اللي هو اللي قبليه هيطلع ويتزرع عليه العمود ده اهو. نشوف الكلام ده، سقف الخدمات هنا
هو في سقف واقف التاني عشان يطلع معايا في المصلى وفي المطعم فوق. اهو هزرعه هنا، جميل، في سقف الدور ده، سقف الدور بتاع المواقف، عشان يطلع معايا من اول هنا، يطلع معايا في المطعم اهو، يطلع معايا هنا، لان انا لو خليت اللي قبليه هيطلع برضه في الهواء. ده نفس الحدود بتاعت المتكرر، المصلى والمطعم والخدمات نفس الحدود بتاعت المتكرر. لو انت حاطط العمود هنا هيطلع في الهواء، انت لازم تحط عمود هنا، وبرده عشان يقوم معاك برده في الاتجاه التاني، الاتجاه اللي هو ده، ماشي، اتجاه اكس. جميل جدا. فاحنا هنزرعه في دور سقف المواقف، سقف المواقف اهو، نزرع العمود، ماشي. المفروض طبعا كل ده لازم يتصمم عرضه، حاول تاخده بعرض العمود، كاميرا تزريع بعرض العمود ولبسها مثلا هيطلع معاك مش هيقل عن متر. فانت لما تيجي تحط السيليكون سيستم حط تصور اللي هيطلع لك ايه. جميل اهو، كاميرا تزريع، عمود طالع، عمود هنا عملناه. لما يجي نفس الاعمده هنعمل محور عمودة لكل سقف، لكل سقف محور عمودة، كل سقف هيحصل فيه تغير، تطلع كده كوبي ده مع ده، كوبي بره، عشان تبين للي بينفذ ده ايه اللي هيحصل وايه اللي هيقف وايه اللي هيتزرع وايه اللي هيكمل وايه الكلام ده كله. جميل اهو، ده العمود اللي هيتزرع طلع معانا في المطعم، في المصلى، وفي المتكرر طبعا، وحد فوق خالص. جميل. عايزين نقول الحته بتاعه الهيدن بيم اهو، كاميرات الهيدن بيم دي في سقف فلات سلاب. ايه يعني دي فايدتها ايه؟ بتعمل ايه؟ فايدتها ان احنا لما نيجي نعمل شوكه كده، ماشي، الشوكه ده هيتحط عليها، يعني تريح على الهيدن بيم ده. دي اول فايده. نيجي نعمل شوكه اهي، ودي ادي واحد اتنين، اولا تريح عليها وتقلل المومنت كانها بالظبط بوينت اتنين اتنين اهو، توصل مثلا لحد هنا، ماشي، اف تمانية، ري انتر، ناين ناين، ماشي. احنا قلنا احنا خدناها لحد فين، اكس هو، عملنا الشوكة، تمام. الشوكة دي هتريح على ال بتاع ده، الكاميرا الهيدن دهيت، تمام. ده أول حاجة، يعني تعتبر إيه، زي كراسي، أو إن هي بتريح عليها، تمام، تريح لك السقف بتاعك وتريح لك البلاطة. جميل. هنا برضو أي كوابيل خارجية حط كاميرا هيدن، تمام، تحط الشوك بتاعتك تريح عليها وتريح لك السقف بتاعك، ماشي، تقلل لك المومنت، ما تضطرش ان تحط اضافي في المنطقه دي. جميل جدا كده، قلنا ايه فايده الكاميرا الهيدن بيم في الفلات سلاب. جميل. طيب فايده الكاميرا، ماشي، هيدن المرتد على الاعمده. طيب لما تيجي بقى تعمل السيليكون سيستم، تمام، خلاص عملت السقف الفلات سلاب، ماشي، تحط قمر حوالين، ماشي اهو، قمر ساقط، يعني انت معاك ال هو تعمل اوفست مثلا 0.2، اوفست 0.2، وتشيل بقى الحاجات اللي هنا دي طبعا، يعني تقول ايه اكسبلود، وتشيل بقى الحاجات دي اللي مش هينفع تبقى قمر، اهم حاجه يكون في قمر ساقط على الداير. جميل. تقعد بقى تعمل كده لحد ما يطلع لك قمر زي ده، تكتب عليه كف واحد، انت اصلا لسه مصممتش، هتكتب عليه كف واحد عشان تقول تصور مبدئي للقمر اللي هيطلع معاك ايه، زي القمر اللي احنا قلنا عليها انها تطلع 200 في متر. ماشي، نكمل. هنقول برضو بالنسبه للاعمده اللي ممكن تقف معانا. جميل. احنا دلوقتي خلاص عم حطيت انت الاعمده في البدروم وفصلت كل حاجه، ماشي. جميل. نطلع بقى لسقف الميزانين، هنا هتلاقي ان الحته دي معاك، انا ما كنتش حاطط العمودين دول، انا حطيتهم، ماشي، يعني حطينا السيستم بتاعنا اللي هي العمدان الكبيره دي اللي طالعه من تحت لفوق. جميل. الحته دي كده الريفليكشن بتاعها مش هيبقى ظريف، العمود ده لو مش موجود وده مش موجود، ماشي. فانا حطيت كمر كده وكده، وحطيت عمدان اهي تنزل تحت في الـ
اهو تنزل تحت في الدور الارضي اهو عمود في الحيطه، وهنا بقى قمت عامل عمود دائري متزرع عليه عمود مستطيل يطلع يشيل السقف ده اهو، ده مستطيل تحتيه دي عمود دائري، وده ايه في الحيطه بتاعته عادي جدا اهو، متشال السي جي في السي جي وخلاص، وتصمم اللي فوق وتيجي ترمي الاكشن بتاعه وتصمم العمود الدائري تحت ده، مفيش اي مشاكل. بس دي فكرة عمود برضو عندنا واقفة هتقف لحد سقف اللي هو بتاع الميزانين وخلاص مش هتكمل. مش نطلع فوق نقول فكرة برضو، نقول فكرة بتاعة الدور المرتد اهو، احنا قلنا ده البولي لاين بتاع المرتد، يا اما تبتدي تزرع هنا تزرع عمود هنا على الدور الارضي وتسيب ديفليكشن في الحته دي، بس بص هنا اصلا هنا اصلا هتلاقيه بحر كبير 8 متر، وي هتيجي تحط كمان عمود هيزود لك الدنيا، تقول ايه طلع ده معاك وطلع ده ماشي، ممكن تحط كاميرا هنا وهنا ماشي ويشيل لك المنطقه دي حاجه بالشكل ده مثلا اهو، اهو دي كاميرا كبيره مش مشكله، كاميرا بحرها كام؟ انا بقول لك حط تصور مبدئي وانت بتحط الستيكر سيستم، حط تصور مبدئي و8 متر ونص هتطلع لك 85 او 90، فتقوم عامل ايه 20 في 90 بالشكل ده، دي كاميرا متشال عليها فلازم تبقى زيها جميل. ادي برضه اهو كاميرا مستمره نفس الدبس 90 سنتي ماشي، هنا دي كاميرا اهي المفروض ده كابولي، ده كابولي اهو برضه شايل الكاميرا 90 فلازم يبقى 90 زيه ماشي، فانت المفروض تعمل هنا كده از بروكن بليس، شوف ده متكرر في السقف اللي فوقي فانا عامله ايه كوب، عشان لما اجي اعمل ايه بروكن بليس كده تعدل في كله، عدلت انا هنا حاجه تعدل في السقف اللي وراه، هصمم سقف فلات سلاب وفي سباس اوف زيه كتير، اقوم عامل التسليح بالتكست كله بلوك وانقلها على كل اللوح، عشان لما اجي اعدل في حاجه عايز ازود حديد عايز انقص حديد مش اهي، تعديت في السقف اللي بعديه اهو ماشي. طيب كده قلنا الفكره دي برضو جميل جدا، هنا احنا كنا قلنا ان في عمود هنا هيتزرع صح ولا غلط؟ كنا قلنا ان هنا في عمود هيتزرع، اه العمود ده العمود ده ماشي هيتزرع هنا، العمود الاصلي كان موجود هنا، يعني العمود اللي هو على اكس جي ننزل تحت كده خلاص اهو في عمود على اكس جي ماشي اهو اللي هو العمود ده جميل، المتكرر فوق الحيطه بتاعته هنا او تحت تقريبا، فده لازم يتحرك من مكانه اهو، يطلع فوق في المتكرر ماشي، الحيطه بتاعته تحت يعني اكس جي اهو، العمود كان هنا ينزل تحت ماشي، فالعمود ده لازم يتزرع ماشي اهو، مزروع في سقف الخدمات عشان يطلع في المتكرر، مزروع في سقف الخدمات عشان يطلع في المتكرر اهو، وحاول تسرعه في اللي يعني لو بقدر الامكان تحاول تقلل ايه ان الحمل بتاع العمود عشان ينزل على الكاميرا، يعني ما اصح ما تزرعوش من الدور اللي تحتيه، ما تزرعوش مثلا من الخدمات هنا تقول انا ممكن ازرعه طالما هو طالع من تحت لفوق زي الفل، مش هنا يطلع كده، ما تقولش انا هزرعه من الدور ده عشان الحمل بيزيد، كل ما تزرع من تحت لفوق لو لما تزرع من تحت يعني ما تقولش هزرعه من هنا، يعني شوف طالع في المصلى برضو عادي جدا وطالع في الايه في المطعم عادي جدا، كان ممكن انا ازرعه من هنا، كان ممكن انا ازرعه في سقف ده سقف الدور بتاع المواقف وحركه ويطلع هنا معاك هنا ويطلع معاك هنا، طالما هو هنا مش عامل لك ازعاج خلاص طلعه من هنا زي الفل، الناس تخش وتقعد هنا زي الفل اهو، هيطلع برضو هنا الناس تصلي هنا مفيش مشاكل، هيطلع الدور الخدمات الناس تحط المكنات مثلا او ادوات او اي حاجه هنا في الدور بتاع الخدمات ده بيستولوه بايا كان، برضو هنا في مسافه زي الفل. بس هو ده اللي انا كنت عايز اقوله ماشي، اهو كاميرا متزرعه، تكتب برضو التصور بتاعك، التصور بتاعك وانت بتحط السكن سيستم دي هتطلع كام، انت لسه مصممتش حاجه اصلا، دي كاميرا عرضها بعرض العمود بعرض العمدان دهيت كاميرا 92 في متر، ده صور مبدئي لحد ما نحسب العمود ده نجيب كونسنتريتد لود ونحسب الكاميرا دي مانيوال ماشي، ونشوف الكاميرا دي طالعه قد ايه،
طلع معاك قد ايه، فهي مش هتقل عن 290 مثلا في متر. جميل، ومحطوطه في سقف الخدمات، الكاميرا دي سقف الخدمات زي الفل، هيبقى شكلها وحش مفيش اي مشاكل. سقف الخدمات ماشي، هو العمود مزروع وتحسبها وزي الفل. طبعا الكاميرا دي في جزء منها متشال على الحته دي، فانت المفروض تشوف الستيفنس بتاعها ده، يبقى لازم يبقى زي الكاميرا دي او اعلى منها، او تشد العمود ده لحد الكاميرا دي وتريح دماغك، تشد العمود ده لحد الكاميرا دي وتريح دماغك. طيب ماشي، دي فكرة برضه العمود الايه المزروع. قلنا برضه فكرة ان يعني انا دلوقتي هعمل كل ده كده، هعمل كل ده بلوك واحطه على اللوحة الايه اللي تحتيه ماشي، عشان لما اجي اعدل مثلا في اي اضافي ولا اي حاجة من دي عايز ازودها تتعدل في كل اللوح. دي برضه حتة مهمة جدا، تسرع لك الشغل بتاعك. ومثلا جدول كاميرات المفروض تحطه على كل اللوح. تمام، جيت مثلا عدلت هنا ماشي، فانت لما تعمله بلوك وحطيته على كل اللوح وعملت ايد بلوك ان بليس، يتعدل لك في كل اللوح اوتوماتيك، فده امر غايه في الاهميه. بس هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.